نبدي المحاضرة اليوم، هي المحاضرة الثامنة من مادة التنمية المستدامة، اللي هي بعنوان متطلبات التنمية الريفية. طبعا هذا الموضوع هو استكمال للموضوع اللي أخذناه في المحاضرة السابعة. اليوم نتناول بهذا الموضوع أنه كيف نحقق الأهداف اللي أخذناها يعني في المحاضرة السابقة، أهداف التنمية المستدامة إذا تتذكروها. كيف نستطيع لنا أن نحقق أهداف التنمية المستدامة في المجتمع الريفي؟ طبعا لكي نحقق تلك الأهداف لابد من وجود العناصر التالية أو النقاط التالية التي تتوفر ونعمل بها لكي نصل إلى أهدافنا. أولا، وجود المؤسسات الديمقراطية والتمثيل الجهوي للسكان. الجهوي يعني معناها المكان اللي تنشأ به التنمية، الجهة يعني اللي تنشأ بها التنمية المستدامة. طبعا توفير أو وجود المؤسسات الديمقراطية وتمثيل الجهوي أو التمثيل السكاني، هذا شرط أساسي في مسار التنمية، لأنه عدم وجود أو غياب الديمقراطية مع عدم وجود التمثيل الواسع للسكان لا يمكن أن تصدر قوانين والتقسيمات الإدارية، لأن التغيير الواقع لا يتمثل في إصدار القوانين والتقسيمات الإدارية، بل يجب أن يكون الإنسان هو القاعدة الأساسية لإنشاء أو لعمل مؤسسة تنموية أو جانب تنموي. النقطة الثانية، يجب أن تتوفر الأطر التقنية والأكاديمية التي تكون عالية المستوى في الميدان التنموي. إحنا أخذنا بالمحاضرات السابقة قلنا بأن التنمية تركز على أمرين، الأمر الأول هي الموارد الطبيعية، والأمر الثاني هو وجود الإنسان. يعني الإنسان هو الأساس وبعدين الموارد الطبيعية. صح بأنه الجانب الطبيعي أو المادي، عفوا مو الجانب الطبيعي، الجانب المادي هو القاعدة الأساسية التي تبنى عليها كل مشاريع التنمية. يعني إن إذا عندي أنا إذا عندي أيدي عاملة مدربة أو عندي عقول عالية المستوى، ماذا أعمل بها إذا لم تكن أو تتوفر لدينا قاعدة مادية نستطيع أن نؤسس بها المشاريع التنموية؟ ولكن نقول بأنه الأيدي العاملة وال يعني السكان ذات التعليم العالي هم ثروة كبيرة جدا، عندما تتوفر يمكن أن تذلل الصعاب. فإذا إذا ما موجودة تقنية عالية، ما موجودين ناس أكاديميين، ما موجود ناس ذو كفاءة عالية، لا يمكن أن نحقق الأهداف التنموية في المكان اللي إحنا نريد نحقق به هذا الهدف. إذا وجود العامل الديمقراطي أو المؤسسات الديمقراطية، وجود قاعدة سكانية كبيرة جدا نشركها بالعمل التنموي، وجود تقنيات عالية وناس أكاديميين لهم يعني باع طويل في تحقيق وإنجاز الجانب التنموي. النقطة الثالثة، بلورة وإنجاز برامج تنموية محددة الأهداف تستهدف السكان وتحافظ على البيئة. المطلوب أو المعنى بهذه النقطة، بلورة وإنجاز برامج تنموية محددة الأهداف تستهدف السكان، يعني يجب أن تكون المشاريع التنموية تحقق أهدافها أو لها مردود إيجابي بالمعنى المألوف، يعني بالحالة اللي رسمت من أجلها هذه المشاريع. يعني مشاريع على الورق ليس لها قيمة تذكر، مشاريع تهدر الأموال
ثم لا تحقق إنجاز معين أيضا عديمة الفائدة. يجب أن تكون المشاريع التنموية ذات برامج واضحة ومحددة تستهدف السكان وتحافظ على البيئة، يعني أن تكون هذه نظيفة صديقة البيئة، وأيضا السكان في المكان يتمتعون بإنجازات هذه الأهداف أو هذه المشاريع التنموية، وتحقق لهم الفائدة المرجوة التي رسمت من أجلها. فإذا لابد أن تكون التنمية أو لابد أن تكون المشاريع التنموية لها فائدة كبيرة جدا لمختلف شرائح السكان. سمعون صوتي طلاب؟ سمعون صوتي؟ عندك هسه واضح. تمام. فإذا توفر وجود المؤسسات الديمقراطية، وتوفر الأطر التقنية والأكاديمية، بلورت وإنجاز البرامج التنموية محددة الأهداف واللي تستهدف جميع شرائح السكان، المحافظة على الجانب البيئي، كلها لها دور كبير وفعال في رسم المشروع التنموي الآني والمستقبلي للسكان اللي موجودين في هذا المكان أو في مدينة معينة أو في قرية أو في كذا. احنا قاعد نتكلم عن التنمية الريفية، إذا هي في القرى الريفية أو الأماكن الريفية. النقطة الرابعة، سن قوانين ووضع أساليب وتسهيلات العمل التي تساعد في توزيع الأعمال وتطوير وسائل العمل واختصار مراحله مع إحكام الرقابة على سير المعاملات بما يحقق الكفاءة الاقتصادية. طبعا إلى دور كبير تفعيل القوانين أو سن القوانين التي تحمي المشاريع التنموية وتحقق الفائدة المرجوة منها، هدف أساسي في العمل. يعني إذا لم يكن هناك قانون يحدد الأعمال، وقانون يراعي متطلبات الأيدي العاملة، وقانون يمنع التلاعب في المشروع التي وضعت أساساته كتنمية، كل إذا غابت كل هذه يمكن أن يفشل المشروع. يجب أن تكون هناك رقابة على سير العمل، يجب أن يكون هناك تدقيق ومتابعة للعمل حتى يكون الإنجاز 100%. كم من المشاريع انهارت وكم من المشاريع فشلت بسبب عدم وجود قوانين وعدم وجود المتابعة في ذلك. يعني هسه أنت عندك شارع إذا ما تعطيه المقاول، إذا أعطيت المقاول وما تتابع البلدية أو المهندسين، تشوف الشارع ما يطول شهر إذا ما اتكسر أو صار به خلل أو يعني أصبحت صعوبة السير من قبل المركبات. إذا المتابعة ومحاسبة الناس الذين يتابعون هذه المشاريع التنموية لها دور كبير جدا في تحقيق الإنجاز. وعندنا النقطة الخامسة أيضا، يجب أن تتوفر إدارة محلية، هذه الإدارة قادرة على تطبيق الأحكام وتنفيذها بما يؤثر في عملية التنمية بفضل تجربتها وحنكتها. يعني مشاريع دون قيادة تعتبر فاشلة 100%. يجب أن تكون هناك، احنا قلنا بالبداية متطلبات أو الأهداف اللي يمكن أن نحققها، قلنا أنه أولا وجود المؤسسات الديمقراطية وتمثيل السكان في المشاريع، توفير الأطر الأكاديمية، يعني الناس لازم متخصصين هم اللي يقودون عملية التنمية، بلورة وإنجاز البرامج التنموية يجب أن تكون مدروسة ومحددة الأهداف وتستهدف كل شرائح السكان،
وأيضا سن القوانين اللي تتابع وتحاسب الإهمال في إنجاز المشاريع التنموية، وأيضا كل هذه النقاط اللي أخذناها تكون تحت قيادة أو تحت إدارة محلية. هذه الإدارة المحلية تتميز بحنكة وتتميز بعلمية ومهنية في إدارة هذه المشروع وإعطائها الصبغة يعني التي تؤدي إلى بلورة الهدف وتؤدي إلى تحقيق الإنجاز التي رسمت من أجله هذه الأهداف. إذن لابد أن يكون هناك إدارة، هذه الإدارة تطبق الأحكام، تراعي متطلبات العمل، يعني تنفذ القوانين، تسهل المهمات الخاصة بالعمل، تذلل الصعاب حتى تحقق الإنجاز. النقطة السادسة هي إشراك أو إقرار مشاركة شاملة ودائمة للسكان، أخذناها طبعا في النقطة في النقطة الأولى، إنه وجود مؤسسات ديمقراطية وتمثيل جهوي للسكان، وأيضا الآن نقول إحنا إقرار مشاركة شاملة ودائمة للسكان، والفعاليات الحكومة وغير الحكومية هي يعني القطاع الخاص والقطاع الحكومي، إشراكه وإشراك السكان المحليين هي من أولويات تنفيذ العمل التنموي في القرى. النقطة السابعة، تمتع الأفراد بحرية كاملة، حرية الحركة، حرية الإقناع السياسي، وحق الشعور لديهم بالأمن والعيش بكرامة، وخلق علاقات تضامنية وتكافلية بين الأفراد المكونين لنفس هذا المجتمع. يعني يجب أن تكون هناك نوع من الحرية تعطى للسكان المحليين في هذه المشاريع. هل إن هذه المشاريع التي وضعت تخدمهم أم لم تخدم، يعني وتلبي احتياجاتهم؟ لهم مطلق الحرية في الرفض أو يعني القبول الدخول في سجالات والدخول في يعني مشاركات لإقناع الناس بأن هذه، أو لإقناع المسؤولين بأن هذه المشاريع لا تفيدهم، أو يكونون مع السياسيين ويكونون مع الناس المشرفين على تحقيق الجانب التنموي بأن هذه المشاريع التنموية تصب في صالح السكان أو تصب في صالح المواطن. بلورة وإنجاز العديد من المشاريع التنموية على كافة المحاور الإنتاجية، يعني إعطاء أهمية كبيرة جدا لمشاريع متعددة. هذه المشاريع تحقق إنجاز إنتاجي، ربما يعود هذا الإنجاز الإنتاجي إلى على الدولة في رفع القيمة، قيمة العملات، في جلب العملات الصعبة أثناء التصدير، مثلا الاهتمام بالمشاريع الزراعية مثل ما أخذنا بالمحاضرات السابقة، و يعني رعاية الناس أو الأيدي العاملة في الزراعة، زيارتهم زيارة ميدانية، محاولة تلبية متطلبات الجانب الزراعي لتحقيق فائدة كبيرة من الإنتاج الجيد ذات التقنية أو ذات الأهمية الكبيرة بمكان، أن تصدر هذه المحاصيل إلى الخارج لجلب العملات الصعبة، طبعا علاوة على أنه تحقق الاكتفاء الذاتي. إذا المشاريع التنموية يجب أن تكون على كافة المحاور. إذا أنا اهتميت بالزراعة، اهتم بمسكن الفلاح، اهتم بإنجاز مشاريع تعليمية، أنجز مشاريع صحية، أضع مشاريع للبنى التحتية، الماء النقي أو الطرق التي تصل السيارات إليها مثلا لنقل الإنتاج من المزرعة إلى السوق أو لجلب المواد الخاصة بالزراعة. إذن لابد أن يكون هناك مشاريع متعددة تحقق الفائدة، يعني عدم التركيز على مشروع واحد، وإنما التركيز على مشاريع متعددة حتى يتم التحقيق
من إنجازات كبيرة، وتكون المشاريع التنموية لها فائدة كبيرة في هذا المجال. عندنا أيضا نقطة رقم 9، تداخل وتكامل الأهداف والأبعاد التي ترمي التنمية إلى تحقيقها. يعني من عندما يرسم أو ترسم خطة للمشاريع التنموية، هذه المشاريع يجب أن تخطط على مستوى عال بواسطة أكاديميين ومتخصصين، وتكون هناك جانب من التكامل. يعني أنا من أنشئ المزرعة لإنتاج مثلا الطماطم، إذا كان الإنتاج عالي المستوى، إذا لماذا لا أضع إلى جانب المزارع؟ لماذا لا أضع إلى جانب المزارع مشاريع صناعية لتعليب الطماطم وتصديرها إلى الخارج، أو لتحقيق الاكتفاء الذاتي؟ فإذا المشاريع متكاملة، عندك مزرعة تنتج طماطم، عندك معمل يعني ينتج المعجون الطماطم. إذا هذا يسمونه التكامل في تحقيق الإنجاز التنموي. طبعا أنت راح تشغل بالمزرعة وراح تشغل ناس بالمعمل. عندنا وسائل تحقيق أهداف التنمية الريفية. الوسيلة الأولى، يجب أن تتسم البنية التقنية والأطر المخططة لبرامجها بالمرونة، لأنه من شأنها خلق مزايا كتغليب الطابع الإنساني في العلاقات بين الإدارات والمؤسسات العاملة في ميدان التنمية. يعني ما معناه؟ أنه يجب أن تكون هناك طابع إنساني بالتعامل بين الناس. يعني أنت تحاول تقنع المقابل، تحاول أن تعامله معاملة طيبة لأن ينجز عمل. يعني لا تستخدم معه حد السيف بالقوانين، ولا تستخدم معه الجانب التسقيطي، يعني مثلا إنهاء خدماته أو الاستغناء عنه. لا، إنه إذا عملت أنت بالجانب الإنساني، ممكن أن تكسب كثير من السكان اللي يشكلون قاعدة رئيسية، وكسب هؤلاء معناها إنه تحقيق فائدة مرجوة أفضل. فيجب أن يكون هناك تعامل إنساني في العلاقات بين الإدارات والمؤسسات العاملة في ميدان التنمية، وتسهيل عمل هذه المؤسسات. النقطة الثانية، النهوض من مشاكل السكان مع تحديد شبكة الأولويات في المطالب. يعني لازم إنه أنت تنظر بعين الاعتبار بمشاكل السكان، المشاكل اللي موجودة في المكان اللي أنت تريد تطور بيها الناس. ما المشاكل اللي موجودة؟ أنا أتذكر يوم من الأيام عملنا دراسة على التنمية الريفية في محافظة ميسان. فذهبنا إلى قرى بعيدة جدا عن المراكز الحضرية، يعني قرى ناحية السلام وقرى في النجر وقرى متعددة بصراحة، يعني اللي تابعة إلها، هذه القرى تابعة إلى مراكز أقضية ومراكز نواحي. فالناس من تروح أنه أنت لكي تدرس المكان وتشوف شنو نواقصه وتنظر نظرة ميدانية، الناس تجي تريد طلبات، يقول لك أنه اعمل لي محطة مي، أريد أنا مدرسة هنا، أريد شارع يتبلط، أريد كذا. يعني عندهم فد مطالبات، وهذه المطالبات مشروعة بالحقيقة، لأنه هم جزء من هذا البلد، وانهم مواطنون ايضا. ممكن ان تحقق لهم تنميه، وهذه التنميه ممكن ان تساعدهم في العيش، وبنفس الوقت الانتاج اللي يوفر اهميه كبيره بالنسبه للدوله بتحقيق مثلا الامن الغذائي، بتحقيق انجاز كبير في تصدير ما ينتج في مزارعهم، سواء كان على مستوى الانتاج الحيواني او الانتاج الزراعي. فإذا إنه النهوض بمشاكل الإنسان وسماعهم وتحقيق أو حل ولو جزئيا هذه المشاكل، ممكن أن يحقق الفائدة المرجوة في رسم أهداف التنمية، وتحقيقها يكون على مستوى عال جدا. طيب، عندنا بعد دور منظمات المجتمع المدني. يجب أن يعني يعطونا مساحة كبيرة. منظمات المجتمع المدني لها دور كبير. يعني هسه عندك مثلا أنت مؤسسة العين، هذه منظمات مجتمع مدني يعني تابعة مثلا للمرجعية.
او عندك مثلا مؤسسه معينه، مؤسسه مدنيه، هذه عملها يقوم على التبرعات لتحقيق انجاز. يعني عندك الان في الولايات المتحده او في بعض الدول الاوروبيه، خصوصا الدول الراسماليه، منظمات المجتمع المدني نشطه تساعد في حل مشاكل السكان بشكل كبير جدا. في يعني انعاش دور او اعطاء دور كبير لمنظمات المجتمع المدني والجمعيات المهنيه الناشطه بالمجال الريفي، ممكن ان تساعد في حل مشاكل كثيره في هذا المجتمع، وممكن ان تساعد في تحقيق انجازات كبيره في الجانب التنموي. يعني عندك مثلا مؤسسه العين او غيرها من المؤسسات اللي موجوده بالعراق، انا ما تحضرني يعني مسميات، لكن انجزت مدارس، انجزت مثلا مساكن للمواطنين، حققت نوعا ما اعطاء عينات ماديه للمساعده وهكذا. اذا لهم دور كبير، فالدوله اذا اعطتهم اهميه كبيره وساعدتهم في العمل وذللت الصعاب لهم، ممكن ان تشارك الدوله في تحقيق وتذليل الصعاب الخاصه بمشاريع التنميه. النقطة الرابعة، دعم المؤسسات الزراعية الريفية ورفع الكفاءة الإنتاجية وتنويع النشاط الزراعي، إلى دور كبير جدا بالحقيقة. هذه النقطة الرابعة إلها أهمية كبيرة جدا. هاي النقطة تساعدنا على تحقيق الأمن الغذائي اللي تكلمنا عنه في محاضرات سابقة. الأمن الغذائي إلى دور كبير جدا على مستوى الدولة وليس على مستوى المنطقة. إذا لم تهمل الزراعة وساعدت الناس العاملين بالزراعة بتلبية متطلباتهم الخاصة بالإنتاج، سواء كانت هذه المتطلبات يعني أسمدة، سواء كانت بذور، سواء كانت حاصدات، سواء كانت يعني توفير المياه، الزيارة الدورية للمزارع للنظر في الإنتاجية ونوعية الإنتاج من قبل المهندسين الزراعيين، هذا يحقق دور كبير، إلى دور كبير في تحقيق إنتاج واسع جدا. تنويع، وضع برامج تساعد الفلاح على تنويع النشاط الزراعي، خصوصا الناس الفلاحين اللي ما عندهم حيازات زراعية كبيرة، تدعمهم الدولة، وبالتالي ممكن أن تحقق فائدة كبيرة جدا في الإنتاج الزراعي. وهذا الانتاج هسه الان عندنا احنا الطماطم قبل من نجيبه من ايران، يعني نجيبه بعمله صعبه. الان عندنا الطماطم اللي تجي من مدينه الزبير، صندوق كامل ب 2000 دينار بالحقيقه، صندوق كامل ب 2000 دينار عندنا موجود. شنو معناه؟ معناه انه اكو زياده كبيره في الانتاج الزراعي، غرق السوق. ويا حبذا لو كان تشجيع الفلاحين في انتاج خضار متعدده وانتاج الفواكه وانتاج كل الانتاج الزراعي او كل الانتاج الزراعي والحيواني، حتى نحقق الاكتفاء هسه مو الذاتي، نصل الى اكتفاء شبه ذاتي، ونحافظ على العملات الصعبة من الخروج والتهريب الى الخارج. النقطة الخامسة هي تقديم الدعم الفني والمادي. قبل قليل قلت لكم اياه، انا كيف تقوم الدولة بان تقدم الدعم المادي، يعني المعونات المادية، وتقدم ايضا الدعم الفني للمشاريع الزراعية لصغار المزارعين اللي ما يملكون مساحات كبيرة، حتى يرفع انتاجهم وتتحسن مستوياتهم المعيشية. النقطة السادسة، وضع برامج متكامل أو برنامج متكامل لتأسيس الجمعيات التعاونية الزراعية. قبل كان موجود عندنا إحنا بالثمانينات والسبعينيات، تسعينيات حصار وكذا ما موجود، كان موجودة برامج أو جمعيات فلاحية يسموها تعاونية، هذه تعطي الفلاح بأسعار مدعمة من الدولة، وبالتالي لتحقيق انجاز كبير. وكان عندنا الطماطم السعوديه والكويت هم اللي كانوا يستوردون من عندنا الطماطم والخضار في السبعينيات، يعني بالحقيقه لان عندنا فائض انتاجي كبير جدا. النقطه السابعه، تحقيق التعاون بين الجمعيات الفلاحيه او التعاونيه الزراعيه وبين الجهات الحكوميه. يعني اكو تعاون، يجب ان يكون هناك تعاون
بين الجمعيات التعاونية وبين الجهات الحكومية لحل مشاكل صغار الفلاحين أو المزارعين، لأن هؤلاء لا يملكون مثلا الدعم المادي أو لا يملكون المال الكافي بحل مشاكلهم. فيجب أن تكون عندنا، يعني مثل ما قلت لكم، نحن ليش نسوي، احنا نعمل مشاريع تنموية، مشاريع تنموية حتى تحل لنا ولو حلا جزئيا لمشاكل الفلاحين مثلا. فإذا من نخلي احنا مشاريع تعاونية أو جمعيات تعاونية زراعية، هذه ممكن أن تساعد الفلاح بأسعار مدعمة، وبالتالي لا يواجه الفلاح صعوبة في أن يشتري ما تتطلبه زراعته. دعم جهود التنمية الريفية والمحافظة على الموارد الطبيعية، هذا أيضا مطلب أخذناه فيما سبق، أنه لازم ندعم الجهود التنموية الريفية، ويجب أن نحقق الإنجاز من خطتنا. احنا درسنا المشاريع التنموية أو التنمية الريفية بالميسان عام 1915 و16، وعملنا دراسة كبيرة طويلة عريضة، ولكن هذه الدراسة وضعت على الرفوف ولم ينفذ منها 1%. إذا ما الفائدة من أنه أنت تضع برامج دراسية للعمل في تطوير المشاريع التنموية في الجهات الريفية ولم ينفذ أو يؤخذ بها؟ إذا ما الفائدة من ذلك؟ يجب أن تكون هناك جهود تنمية ريفية تحافظ على الموارد الطبيعية وتساعد الفلاحين أو العاملين في المجال الزراعي في الوصول إلى أهدافهم. تنفيذ برامج التنمية الريفية وبناء طاقات المجتمعات المحلية، يعني الطاقة الأيدي العاملة. يعني إحنا للأسف الآن، قبل كان المجتمع الفلاحي مجتمع زراعي، يعني ينتج هم والأولاد اللي موجودين، هسه لا. يعني عندنا أنه الأسرة الفلاحية ما موجودة، يعني واحد بالألف يعمل بالزراعة والباقي كلهم يعني أما مهاجر إلى المدينة أو موجود في الريف ويعمل عملات أو عمل خدمي، أو لا يعمل، يعني مجرد بطالة قاعد بالبيت ولا كل شيء ما يسوي. يعني هذا عمل يعني سيء بالنسبة إلى المشاريع أو بالنسبة إلى الجانب البشري اللي موجود في الأرياف. يجب أن تكون هناك برامج تنمية ريفية تساعد السكان في بناء الاعتماد على طاقتهم الذاتية لتحقيق المشاريع التنموية، وبالتالي تحقيق الإنجاز. ممكن هذا الإنجاز أن يحسن في مستواهم المعاشي. العمل على بناء القدرات وتطوير في وحدات التنمية الريفية التابعة لوزارة الزراعة، أيضا يعني أنه لازم أنت بالاشتراك مع الجمعيات، بالاشتراك مع المنظمات العمل الإنساني، أن تحقق أهدافك اللي أنت راسمها، أنه تشرك جميع المنظمات، تشرك جميع السكان في تحقيق هذا الجانب. بالحقيقة الزراعة والتنمية الريفية تقدم إطارا يشمل مبادئ التنمية المستدامة، وتتضمن النجاح الاقتصادي والملائمة الثقافية، العدالة الاجتماعية والسلام البيئية والإنتاج طويل المدى. أنت من تحقق إنجاز وتعمل مشاريع تنموية وتشرك الناس، ممكن أن يؤدي بالفائدة إلى بناء الدولة وليس بناء المجتمع الريفي فقط. الآن أسأل الطلاب، أسألكم أيها الطلاب، ماذا تعمل أنت لو كلفت في وضع خطة معينة لمشروع تنموي؟ بماذا تبدأ أنت؟ بماذا تبدأ لتحقيق هذا المشروع؟ دكتور، إذا أنا مختصة أولاً مثلا على أولاً سبيل المثال، ما اسمك يا آنسة؟ سارة عماد. أهلاً سارة، شكرا دكتور. تفضلي. دكتور، إذا أنا مثلا على سبيل المثال أنا مخطط وأريد أحدث تنمية في منطقة ما، انت برضه أول مو عمل مخطط، انت مو أقوم؟ مخ... انت مخطط انت مخطط نعم نعم دكتور، نعم أول عمل أقوم اي به وهو ترشيد سياسات إدارة التنمية. راقي، الدور دكتور ممتاز سارة، أسرع. ممتاز جدا، ممتاز جدا شكرا سارة، دكتور. هذا جانب مهم جدا. اي تفضلي، جيد، ممتاز، ثانيا، نعم تفضلي. الإسراع بإحداث التغيرات السلوكية الضرورية لنجاح التنمية. إضافة إلى ذلك، لابد من إدراك المواطنين للإمكانيات المتاحة للتنمية الريفية،
وتأمين الموارد المالية والبشرية اللازمة للتنمية الريفية، وذلك عن طريق التمويل الذاتي. أي لابد من التنمية الريفية تعمل على التمويل الذاتي وتعتمد على ذاتها. أي يقصد بذلك أنه بدلاً من تشتري أنه السلع من البلدان الآخرة، أنه تعتمد على نفسها، وذلك من خلال زيادة الإنتاج الزراعي، وبالتالي يسهم ذلك في النشاط الاقتصادي وكذلك نموه، ويؤدي إلى تمويل ذاتي ناجح. نعم، إضافة ممتاز. إلى ذلك لابد من الحرص ممتاز على جدا المال العام. سارة، أتمنى لك التوفيق في حياتك العلمية، وأن أراك يوما شكرا ما دكتور، من طلبة الماجستير إن شاء الله. إن شاء الله. نعم، بعد منو غير سارة؟ تفضل. منو يقدر يعقب على الكلام؟ نعم دكتور، ممكن أشارك؟ تفضل. شو اسمك؟ شو دكتور، اسمك أنت؟ أولا المرحلة التمهيدية. شو اسمك أنت بابا؟ صالح وليد. صالح وليد، تفضل صالح. نعم دكتور، إذا أريد نسوي عمل تنموي، أولا نسوي أول مرحلة اللي نبدي بها المرحلة التمهيدية، نعم، من خلالها نحدد الأهداف ونحدد الحاجات والمشكلات اللي تعيق هذا العمل، إنه نبدي في تحديد الموارد. جيد. بعدها نبدي بالمرحلة التخطيطية، نضع الخطط، وضع المحكات أو المعايير أو المؤشرات، ونحدد الأولويات ونوضع الموازنة. نعم، ممتاز. بعدها تبدي المرحلة التنفيذية، وتشمل تنفيذ الخطط والالتزام بالموازنة. ممتاز، جيد صالح. المرحلة الرابعة المرحلة التقويمية، من خلالها تتم المتابعة والتقييم. ممتاز، شرح جيد ومتابعة ممتازة. حتى وإن كنت تقرأ في يعني محاضرة أو كذا، لكن تسلسلك للموضوع يعني لا يقل عن تسلسل سارة. ممتاز جدا. أريد بعد واحد يشارك أيضا. شكرا دكتور. طب أول شيء منو حضر؟ نبدأ منو مرحلة بامندي؟ شو اسمك؟ أخلاص حسن، أخلاص خلاص؟ حسن. نعم سار. بعد والدك شو اسمه؟ حسن. حسن، تفضلي. خلاص. بالبداية أول المرحلة التخطيطية نبدأ نمشي شلون خطط نقوم بالعملية التنموية. شيء لازم تكون الهدف الأول إنه ما نستنزف الموارد، نعم. يكون هناك ترشيد بالموارد، بالإضافة إلى التخطيط يكون على المكان اللي يريد ينطبق عليه التنمية، نعم. المكان الريفي. ثانيا لازم يكون التطبيق على أساس تحليل بالبداية وتقويم وتشخيص. تمام. بعدين نحدد منطلقات الرؤية العلمية ومجالاتها حتى نقدر نحقق أكبر قدر من التنمية. ممتاز جدا. إخلاص. من لديه مشاركة أخرى قبل لا أو أدخل في الموضوع؟ تمام، هسه احنا نكمل الموضوع. عندنا المشاكل أو المشكلات، بالأحرى المشكلات الاقتصادية. التنمية الريفية بالحقيقة، تنمية الريف والقطاع الزراعي يواجه مشكلات ومحددات متعددة. تنمية بالريف أكو بيها مشاكل متعددة. أولى هذه المشاكل هو المشاكل الاقتصادية. وين تكمن المشكلة الاقتصادية؟ تكمن في تعقد نظم الملكية الأراضي وانخفاض المستوى المعاشي للسكان. نظم أو تعقد نظم ملكية الأراضي ما مفهوم وما معروفة، لأنه ليس فيها قرار حكومي بأنه هذا الشخص يملكها. هي معظم الآن اللي موجود نسميه طابو زراعي، يعني عائد لأفراد، ما أعرف كيف يكون عائدة الطابو الزراعي، يعني الملكية الزراعية ما أعرف. لكن هناك عقد، يعني تعقد بالأمر، أمور موجودة معقدة. يعني الآن إحنا لو نذهب أو نروح، يعني نسافر إلى ميسان أو من ميسان إلى البصرة، الطرق أو المساحات اللي موجودة على جانبي الطريق بعد العزير أو
تقريبا بعد العزير، نشوف اكو اراضي واسعه جدا. هذه الاراضي قسم من عندها يعني مستغله جزئيا في اغراض زراعيه، وقسم لا. من تسال يقول لك ليش هذا ما مستغل؟ يقول لا هذه عائده الناس. طيب الناس منو هذا مالكها؟ قال والله ما ندري، بس اجى واحد وقال هذه الي، يعني انا ما دام قعدت بيها المنطقه الي. فاكو تعقد بنظم الملكيه ملكيه الاراضي، لانه ما موجوده بها قرار قانوني، ما بها اطار قانوني ترد ملكيته الى فئه محدده من الناس. وبالتالي غياب هذه الملكيه يخلق لنا نوع من التردي في موضوع الانتاج. النقطة الثانية، انخفاض المستوى المعاشي للسكان. هو شنو انخفاض المستوى المعاشي للسكان؟ هو الناس اللي يعملون بالزراعة أو بالإنتاج الحيواني بالأرياف يعتمدون على أحادي الاقتصاد، يعني لو حيواني لو زراعي لو اثنينهم. أي خلل في منظومة المشروعين الزراعي والحيواني يصاب الفلاح بانتكاسة اقتصادية كبيرة، خصوصا إذا ما موجود صندوق معونات من قبل الدولة. إذا يعني مثلا نشوف احنا موسم انخفاض مستوى البترول أثر على ميزانية البلد. انتم شفتوا انه مثلا من وصل البرميل ل 30 دولار وكذا، كيف انه الميزانية صار بها خلل، واكو كثير من العقود ألغيت، والناس اللي بالوظائف غير مثبتة تركوا وهكذا يعني. فإذا انخفاض المستوى المعيشي للسكان ينتج عن تدهور في نظم المشاريع اللي هو يعمل بيها. يعني مثلا صيبت الحيوانات بأمراض وماتت الحيوانات، زين حصل موسم جفاف، موسم أمطار غزيرة وانتهت الزراعة، ماذا يعمل إذن الفلاح؟ راح يصاب بانتكاسة كبيرة اقتصادية. فإذا من الذي ينقذه؟ تنقذه الدولة بتوفير كل متطلبات العيش له. النقطة الثالثة، مشكلة البطالة. مشكلة البطالة هي آفة كبيرة موجودة بالمجتمع. زين احنا قبل من تسأل يعني كبار السن يقول لك قبل موجود يعني مثلا بطالة، قال لك ما موجود واحد ميت من الجوع، يعني خصوصا بالريف، لأنه ما موجود عائلة ما عندها حيوانات أبقار أو أغنام، ما موجود عائلة ما تعمل بالزراعة، حتى لو أنت قطعة أو أرض زراعية ملكية زراعية صغيرة لكن تنتج وتأكل وتشرب وهكذا. يصيدون الأسماك، متوفرة كانت الجانب البيئي المائي، يعني من الأهوار والأنهار متوفرة ثروة سمكية كبيرة. إذا ما موجود قبل مشكلة، الآن تغيرت الموازين، اختلفت متطلبات الحياة، اختلفت الرغبات، الحاجات، رغبات إشباع الرغبات أصبحت كبيرة جداً. فقلة تدهور الجانب الزراعي في الأرياف والناس العاملين بالقطاع الحيواني أيضا، كل هذا ماذا خلق؟ خلق نوع من البطالة، لأنه المشاريع اللي كانت تخدم بها الناس الزراعية انتهت. فإذا ماذا يخدم هذا الشخص؟ يعني مو معقولة بلد كامل يعيش على الخدمات، أيدي عاملة كلها موظفين بالزراعة بالنفط بالصحة، يعني شنو إذا وين البقية؟ وين إيش قد تتحمل هذه المؤسسات من أيدي عاملة حتى أنت تجيبها كلها وتخليها تعمل بهذا الجانب؟ فمشكلة البطالة ناتجة من تدهور منظومة الجانب الزراعي اللي سببت بقلة فرص العمل. عندنا جانب آخر اللي هو مشكلة ارتفاع ملوحة التربة، هذه كارثة بالحقيقة. أنتم الآن لو تروحون للبصرة، لو أنا أروح لكم للميسان، تشوفون الارض شلون صايره بيضه كانه طبقه ملحيه عليه على 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 الارض على التربه. احنا نعرف بانه الاملاح عندما تمطر اللي يصير مطر يعني راح وين تكون الماء؟ طبقه الماء تكون فوق التربه. طيب التربه يعني مياه جوفيه عاليه، فوين يبقى الماء؟ يبقى الماء فوق التربه، ما ينزل الى مستوى المياه الجوفيه، فراح الشمس أو الحرارة تؤدي إلى تبخر المياه، وتبقى الأملاح راكدة فوق التربة وهي متروكة أصلا التربة، مما يعني يحولها إلى أراضي بور يعني غير صالحة للزراعة. بعد نقص مشاريع الري ومشاريع الاستصلاح،
وايضا المشاريع البدائيه في الري هي كلها مسببات تآكلة التربه من الاملاح، وهذا ينعكس اثاره كسلبي على الانتاج الزراعي، يعني راح تتخلص الاراضي الزراعيه بالحقيقه، قسم من عندها زحف عليها الانسان واستولى عليها وحولها الى سكن عشوائي، وقسم من عندها زحفت عليها الصحراء، وقسم من عندها تركت واهملت وتملحت التربه، فاذا تقلصت الاراضي الزراعيه. الان العراق نفوسه بحدود 35 مليون، وتحولت معظم اراضيه الى مناطق بور ومناطق سكنيه عشوائيه يعني اصبح هناك خلل في منظومه استعمالات الاراضي سواء في مستوى الريف او على مستوى المدينه، خلق ارباك كبير جدا. عندنا المشكلات الاجتماعيه بعد، احنا قلنا المشكلات الاقتصاديه هاي تكلمنا عنها، المشكلات الاجتماعيه اللي الها علاقه بنظم العلاقات الاجتماعيه السائده بين افراد العشيره مثلا، الخاص بظروف السكن، تدني مستوى الخدمات. احنا نعرف الان مجتمعنا بالعراق مجتمع قبلي، يعني من تروح انت لاي منطقه شوف هذا المكان لعشيره الفلانيه، العشيره الفلانيه كل افرادها مع بعض وهكذا. اذا الجهويه جهويه قبليه، وبالتالي هذه تخلق مشاكل كبيره ايضا. عندنا النقطة الثالثة أو الجانب الثالث، التوسع العمراني والزحف يعني على الأراضي الزراعية، اتساع المدن. احنا نعرف أنه المعدل النمو السكاني في تزايد مستمر، والمدينة التي خططت وفق نظام بالخمسينيات أو الستينيات على حسب المعدل التنموي السكاني اختلف الآن. إذا كان معدل التنمية السكانية أو النمو السكاني 1% الآن أصبح 5% مثلاً، مضاعفة، كارثة. ولم يأخذ المخطط بذاك الوقت الانفجار أو الارتفاع في مستوى الكثافة السكانية، فأصبحت المدن نتيجة لارتفاع مستوى الولادات وانخفاض مستوى الوفيات مع وجود الهجرة، أصبحت الضغط على استعمالات الأراضي. فماذا يعمل المواطن في المدينة؟ بدأ يزحف، الزحف يعني الزحف مال الجسم مو الزحف الثاني، بدأ يزحف على الأراضي الزراعية، خصوصا المناطق اللي سموها الحضريفية، المناطق الحضرية والريفية اللي موجودة يعني ضمن المخطط، مخطط المدينة، وما تجاوز المخطط أكو أراضي ريفية، هو زحف على الأراضي الريفية وبنى مستوطنات عشوائية شوهت منظر المدينة وقلصت من الأراضي الزراعية وسببت مشكلات كبيرة جدا في الأرض الزراعية. طيب، عندنا الأهداف الاقتصادية للتنمية. أول هدف إدخال تعديلات جذرية على وسائل الإنتاج والخدمات الإنتاجية والاجتماعية والمؤسسة الاقتصادية والتعاونية الحرفية العاملة بالأرياف. أنت لكي تحقق جانب اقتصادي في التنمية بالريف لازم تحقق هذه الأهداف. أولا لازم يعني تعمل على تعديل جذري، يعني احنا نقول من العرج، تغير أمور كثيرة قد تكون بعضها يعني متعرض إلى فساد، تغير المشاريع التي تضر المجتمع وتأتي بالناس، يعني الرجل المناسب بالمكان المناسب، يعني ناس يخدمون السكان المنطقة ويطورون من وسائل الإنتاج لتحقيق إنتاج أكثر والقضاء على البطالة. النقطة الثانية، التركيز على البعد الاجتماعي للتنمية الزراعية. شلون؟ لازم انه تقدم دعم فني ومادي لصغار المزارعين اللي أخذناها قبل قليل يعني بمحاضرتنا، انه اللي عندهم حيازات زراعيه صغيره يسموهم صغار المزارعين يعانون من مشاكل كثيره، اما يعانون من مستوى معاشي او قله الدعم المادي، وبالتالي يعني قد يصابون بانتكاسه اثناء موسم الانتاج، ولذلك تعمل الدوله على زياده ورفع كفاءتهم الانتاجيه من خلال مدهم بالاموال او
تنويع أنشطتهم الزراعية ورفع دخولهم وتحسين مستوياتهم المعاشية. يعني يجب أن يكون هناك الدولة تحظى أو موجودة بهذا المجال، أنه يعني تساعد الناس الصغار المزارعين. عندنا أيضا تنويع الأنشطة الإنتاجية غير الزراعية. مثلا شنو يعني غير الزراعية؟ يعني مثلا توفير الشغل الريفي، الناس اللي يعملون بالإنتاج، يعني احنا شو نسميها؟ هاي اللي يسويها من سحف النخيل، شو تسوي؟ انا وين هسه راح اسالهم شو يسمونه لكم بابا؟ يعني السلال اللي سووها من الخوص مال النخل والصينيه الكبيره، طبق نسميه طبق، او المكانس، هذه يسموه انتاج ريفي ويبيعوه. يعني عندنا هسه بالسوق يبيعون بهذا، يعني الناس تبيع هذا الجانب. هذا لازم انت تشجعهم وتوسع من القاعده الصناعيه البسيطه لهذا الجانب. الساعد ايضا تغلب على التحديات اللي تواجه صغار المزارعين في منطقه الارياف وصائدي الاسماك وغيرها، وشجعهم في وضع برامج استثماريه حتى ما تصيبهم انتكاسه اقتصاديه. حاول الدولة أو المجتمعات المنظم مجتمعات المجتمع المنظمات المجتمع المدني تساعدهم بالقدر اللازم وتوجههم نحو الاتجاه الصحيح حتى يعني تنتشل إنتاجهم، نقول من الضياع إلى يعني إلى التصدير مثلا أو إلى التسويق أو إلى غير ذلك. ورفع الكفاءة الإنتاجية وتنويع النشاط الزراعي، هذه تكلمنا عنها وخذناها نقاط متعددة، لكن يجي مرات أحيانا أنه لازم نذكرها. التنمية الريفية هي تتطلب مشاركة متنوعة من جميع الجهات والمؤسسات والهيئات الاجتماعية وأفراد المجتمع حتى تكون قاعدة صلبة يكون التخطيط ناجح بيها. يعني زين، من اقول انا المشاركه تتطلب، يعني تتطلب مشاركه جميع الجهات والمؤسسات. من اقول مشاركه شنو معناها؟ معناها اولا انه شارك انت في جميع عمليات التنميه في الريف، ترشيد سياسه اداره التنميه وقراراتها، الاسراع باحداث تغييرات سلوكيه ضروريه لنجاح التنميه، ادراك المواطنين لامكانيات التنميه المتاحه، تأمين الموارد المالية اللازمة، الحرص على المال العام، مساعدة المواطنين وتدريبهم لحل مشاكلهم التنموية. هذه بالحقيقة ضوابط بسيطة. يعني أنت لكي تحقق مشروع تنموي لازم تشارك الناس، صح؟ تشارك الناس اللي موجودين بالمنطقة، تثقفهم بأن هذا المشروع يحقق لهم فائدة، تؤمن لهم المال، ويجب أن يكون متابعة على تنفيذ المشاريع التنموية. يعني الحرص على عدم إهدار المال المخصص للتنمية، يعني ما ينبالخوا، مو أنت تسوي لك مشاريع وناس تجي وراك ناس تبوق تسرق. يعني يقول هنا قد تقف مجموعة من العقبات في طريق تحقيق المشاركة المجتمعية في عملية تخطيط الإدارة التنموية الريفية. شنو هذه المشاكل؟ المشاكل أولا نوع التخطيط الاستراتيجي للتنمية، هل هو يحقق الفائدة لو لا؟ كل إنسان بالحياة لازم عنده تخطيط. زين، الاسلوب المعتمد لإدارة التنمية هل هو اسبوع هل هو اسلوب تنموي تقني يعتمد على ناس ذا كفاءة، ولا انه مجرد اسلوب يعني ما يحقق الانجاز الصحيح؟ زين، مستوى الوعي،
يجب أن يكون عالي جدا. مستوى القدرة المجتمعية على المشاركة، لازم أن تشارك كل الناس. هذه النقاط الأربعة يجب أن تتحقق في إدارة تعمل بصدق وتعمل بتخطيط جيد. لازم عندك نوع التخطيط الاستراتيجي جيد، الأسلوب المعتمد بالإدارة، ناس تقودك كفاءة عالية، المستوى الوعي التنموي اللي بالقطاع الخاص بالقطاع العام يعني يكون عالي المستوى، مستوى القدرة المجتمعية اللي شارك الناس اللي شارك بالتنمية عندها يعني عندها هدف أو عندها رأي بأنه يعني يجب أن يكون هناك الحرص في إنجاز هذه المشاريع. يعني يجب أن يكون هو من ذاته المواطن يسعى لتحقيق هذا الإنجاز. إذن التخطيط الاستراتيجي يجب أن يقوم على معايير علمية، مثل ما قلنا ناس أكفاء لازم تقود العملية العلمية أو العملية التنموية، وأن يكون هناك مشاركة ما بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص. يجب أن تحقق المشاريع التنموية فائدتها بأن تدفع سكان الريف من عدم الهجرة من الريف إلى المدينة، لأن احنا من نبني مشاريع تنموية حتى نقلل الفجوة ما بين الريف وما بين المدينة بعمل بنى تحتية وعمل خدمات شأنها في ذلك شأن المدينة، وبالتالي نقضي على الهجرة، فراح يبقى الفلاح في مكانه ويبدأ باستغلال الأرض الزراعية. زين، هنا شنو عندنا يقول؟ يقول هنا إشراك جميع الأطراف في عملية بناء الاستراتيجية الوطنية على وفق المناهج الحديثة للتخطيط الاستراتيجي، ويمكن بناء رؤية علمية استراتيجية للتنمية الريفية باتباع الخطوات التالية. شنو هي الرؤية العلمية اللي عندنا حتى نحقق الفائدة؟ أولاً هاي الرؤية العلمية، أنا تكلمنا عن نقاط كثيرة احنا بالحقيقة، هسه هذه مثلاً أهم الإنجاز أو أهم عمليات تخطيط الإدارة، هاي شلون تنجح الإدارة في تخطيط التنمية الريفية، وعندنا هنا هاي النقاط الرؤية اللي يراها المخطط ليضع خطواته الصحيحة، رؤية علمية استراتيجية للتخطيط. شنو هاي الرؤية العلمية؟ أولا تحديد الأسس والمحددات الأساسية للتخطيط الاستراتيجي، جانب مهم جدا. النقطة الأولى إلها دور كبير جدا، لأن أنه عندما تبني مشروع مخطط له ومدروس، وهذا المخطط والمدروس واللي رصدت لأموال وشاركت أنت به قطاع حكومي وقطاع خاص، حتما يعطي هدفه أو توصل لهدفه، لأن مدام أنه أنت حددت على أسس، إذن بالحالة هذه معناها أنه المشروع ناجح. يعني الأسس هو يعني أنت الآن من تخطط، يعني أنا أمس مثلا بالدراسات العليا طلبة الماجستير كل التربية سأل الطالب، يعني قالوا لي أستاذ أنت مادة كبيرة تعطينا مادة كبيرة وكذا وأصبحت الزخم بالمعلومات، سألت ليش درستي الدرسين؟ قالت أنا والله حتتعين. إذن هذا تخطيطها مو تخطيط ذات رؤية لتحقيق مميزات الشهادة، يعني أنا ذات تعينين وتتنجحين تعينين بدون ما عندك تملكين قاعدة علمية، شكل فائدة يعني؟ يعني أنت مثلا طالب من ينجح ويدرس، إذا نجح بدون علمية يعلق شهادته فارغ، شكل فائدة من عنده أصلا؟ يعني أنا ماذا أعمل بالشهادة إذا ما الشهادة اتحقق لي الإنجاز؟ شنو الفائدة من أنه أنا أجي أخذ شهادة مدري بمين، ومن عندما أقف أمام لجنة اختبار الصلاحية ما أعرف شنو أجاوب وما أعرف شنو أتكلم بالحقيقة؟ أو ما الفائدة من الشهادة الغير مخطط لها عندما تتوجه بسؤال أو يوجه لك سؤال وأنت لا تعرف معنى السؤال حتى تجاوب عليه؟ ما الفائدة أنت تنجح ولكن نجاح ليس له قيمة؟ وحتى الله سبحانه وتعالى يقول يرفع منكم الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات، حتى الله سبحانه وتعالى ويشجع على المواصلة والمواظبة والدراسة وكذا،
يعني ما تأتي عن فراغ، أنت عندما تدرس يكون لك رؤية، تكون لك خبرة، يكون لك نظرة استراتيجية، يكون لك يعني باع طويل. يعني صح أنت الآن كثير من الناس يقولون شكو فايدة أنه أنا أخذ الشهادة وما أتعين؟ مو مشكلة يا أخي، أنت أخذ الشهادة لا تتعين، لكن أنت عندك من مميزات هذه الشهادة، ممكن يوم من الأيام تتعين، أو أنت تطور نفسك يعني بنظم المعلومات الجغرافية، تطور نفسك في اللغة الإنجليزية، تعمل في الشركات، تعمل في المؤسسات السياحية وهكذا. النقطة الثانية، تحديد المشاركين في عمليات التحليل والتقويم والتشخير. يجب أن يكون هناك ناس ذو آراء متعددة وخبرات متنوعة في الحكم على هذا المشروع. رأي واحد، رأيين أفضل من رأي واحد، وثلاثة آراء أفضل من رأيين، وأربعة أفضل من ثلاث، وخمسة أفضل من أربعة، وهكذا. كلما تعددت الآراء كلما قلصت أو قلص الخطأ، لأن كل واحد عنده رأي رؤية، يعني من خلال خبرته دراسته يعطي رأيه الخاص. يعني الآن إحنا من نناقش دكتوراه وماجستير، نشوف لجان، يعني بالدكتوراه ست أساتذة بس قد يناقشون أطروحة الدكتوراه، حتى كل واحد إلى رؤية، وتكون الدراسة مالت الشخص اللي دارس يستفيد من الآراء ويستفيد من الخبرات هؤلاء اللي وضعوا له تصحيح. فإذن إذا لم نملك الرؤية ولم نملك القاعدة العلمية، إذن إحنا مثل ما نقول على الإسلام السلام. ما الفائدة يعني؟ أنا ما الفائدة وخرج عدد بدون نوع؟ أنا أريد نوع، ما أريد عدد. فإذا المشاريع يجب أن تكون محكوم عليها من قبل آراء متعددة من خبراء وفنيين وأكاديميين، حتى يشخصون الخلل بهذه المشاريع التنموية. النقطة الثالثة، تحديد منطلقات الرؤية العلمية الاستراتيجية ومجالاتها. انتم دائما ان شاء الله من توصلون الى المرحلة الرابعة، طبعا اعتقد انتم ماخذين منهج البحث الجغرافي او منهج البحث التربوي، انتم من تاخذون هذه المادة راح تشوفون الاساليب اللي تدخلون بواسطتها الى هذا العلم. يعني يا منهج انت استخدمته لدراسة واقع محدد، المنهج التاريخي، المنهج الوظيفي، المنهج التحليلي، يعني كل منهج له اسلوبه. طيب انت ليش تستخدم المنهج؟ حتى من خلال خبرتك ورؤيتك ومن خلال دراستك لهذا المنهج اللي يتآلف ويتوالف مع نوع الدراسة، تستطيع الحكم على هذا المشروع او هذه الدراسة اذا كانت صحيحة او خاطئة. بعد، الواقع في الميدان يشخص عن طريق التحليل والتقويم. شنو الواقع في الميدان؟ عندما تتبلور الفكرة في عقلية المخطط من خلال الدراسة ومن خلال قلت لكم إشراك كم هائل من الناس اللي عندهم خبرة اللي يحكمون على المشروع، راح وين يصير؟ راح يتنفذ المشروع على أرض الواقع. المشروع عندما يتنفذ على أرض الواقع يحتاج إلى متابعة. مهندس مدني مثلا يشوف أساسيات المشروع، يعني إنسان أو في مجال الاقتصاد يشوف الجدوى الاقتصادية، أنه أنت قاعد من بنية هذا المشروع شنو هدف اجتماعي اقتصادي، هدف ترفيهي، هدف شنو هدفه بالضبط. زين، تحديد الأولويات المرغوبة والآمال المطلوب بلغها في ظل الأسس والمحددات ومنطلقات الرؤية. يجب أن تكون هناك أولويات، هذه الأولويات هي اللي لها دور كبير في تحقيق وتشبع رغبات المواطنين. احنا ناخذ أولويات، المهم فالأهم، أو الأهم فالمهم، يعني الأول الأهم بعدين المهم بعدين الأقل أهمية وهكذا. لازم ناخذ في أولوياتنا أنه ما المشاريع اللي تحقق فائدة. صياغة الرؤية العلمية، تحديد الأهداف العامة للرؤية، تحديد الأهداف الاستراتيجية، هذه تصاغ من قبل خبراء. وضع خطط وبرامج المشروعات، تحديد جهات التنفيذ، كلها عبارة عن
حلقات متصلة مع بعضها البعض، تبدأ من الأكاديمي عندما يفكر ويكتبها على الورق، ثم تمر هذه على مجموعة من الخبراء لدراستها وتصويب الخطأ أو وضع الخطأ اللي موجود بها، ثم تنفذ على أرض الواقع وتدخل يعني فيها الجهات المعنية لمراقبة التنفيذ. نجي الآن للبطالة. البطالة آفة كبيرة موجودة بالمجتمعات، يعني نقدر نقول مجتمع أو مشكلة عالمية، هي ليس مشكلة محلية يعني مقتصرة على دولة، وإنما هي مشكلة عالمية. زين، المشكلة العالمية هذه اللي يسموها البطالة طبعا توجد بنسب متفاوتة بين دولة ودولة ثانية، مثلا دول متقدمة قليل بها وقد لا تذكر، دول النامية أكثر. طبعا شغلة انه تعيين او توظيف الايدي العاملة ليس بالمستوى اللي احنا نذكره، يعني انه ما انت جميع الناس او القوى اللي موجودة عندك العاملة توظفها في مشاريع خدمية في مجال التعليم والصحة، ما يصير. يجب ان يكون هناك مشاريع خاصة حتى تتنوع الانتاج، يتنوع الانتاج، تنوع الخدمات. اذا انت تخلي 100% قوة عاملة، ماذا بقت للزراعة؟ ماذا بقت للخدمات الأخرى؟ ماذا بقت لخزينة الدولة؟ فمن خلال الفكر أو تاريخ الفكر الاقتصادي، الناس المهتمين به يوضحون أن التركيز على موضوع الاستعمال الأمثل للموارد على المستوى الاقتصادي هو يحتل مكانة كبيرة ولائقة في الدراسات الاقتصادية. يعني أنت ما عندما أنت تستغل الموارد الطبيعية استغلالا أمثلا وتحقق مشاريع تنموية، ممكن أن تقضي على البطالة. هسه الآن في أوروبا ليش ما موجودة يعني نوعا ما بطالة في الدنمارك، النرويج، السويد؟ ليش؟ لأنه حتى الذين لا يعملون هناك صندوق تمويل لهؤلاء الناس، يعني أكو بوكت موني، مصرف جيب، يعطون الناس اللي باطل عن العمل أو عاطل عن العمل إلى أن يتم توظيفه، يقطعون عنه المعونة. شنو مفهوم البطالة؟ مفهوم البطالة هو عدم وجود عمل في مجتمع معين للراغبين فيه والقادرين عليه. يعني بصفة عامة انه شخص عاطل عن العمل. بشكل عام يمكن القول عن الشخص انه عاطل عن العمل اذا توفر فيه شرطان. شنو هاي الشرطان اللي تتوفر بالإنسان العاطل عن العمل؟ القدرة على العمل والبحث عنه. القدرة على العمل، إنه شخص عنده قوة جسدية بأن يعمل، وكيف يبحث عن العمل، هي هاي مشكلتين. البطالة تعرف أيضا تعرف بأنها توقف جبري لجزء من القوى العاملة. تعرف أيضا حسب المكتب الدولي للعمل، تتكون فئة البطالين من كل الأشخاص راح عمرهم بين 16 و 59 سنة بدون عمل، أي الذين يعملون مقابل أجر متاح للعمل باستطاعتهم القيام بالعمل الفوري، يبحث عن العمل، اتخذوا خطوات معينة للوصول إلى العمل. هذه تعريفات بسيطة للبطالة. أنواع البطالة: بطالة صريحة، عندنا أولا بطالة صريحة. البطالة الصريحة تتمثل، هذا النوع يتمثل في وجود أفراد قادرين على العمل ولا يشتغلون أي وظيفة، هم يقدرون يعملون بس ما يعملون. هذا ينعكس آثاره بأن وقت العمل بالنسبة لهم صفر، يعني هم قادرين جسديا على العمل بس ما يشتغلون، وقت العمل ما عندهم، هو ما يقدر يشتغل، ما عنده عمل، شلون يشتغل؟ إنتاجهم معدوم. زين،
في هذا المجال البطالة الصريحة يمكن أن نميز بين نوعين من أو أنواع من البطالة. يعني مثلا البطالة السافرة أكثر أشكال البطالة ديوعا بوصفها صورة واضحة للبطالة، تتميز نوعين من البطالة السافرة اللي هي بطالة إجبارية وبطالة إجبارية، والنوع الثاني بطالة اختيارية. البطالة السافرة هذه بيها بطالة إجبارية، اللي إلها بطالة إجبارية هي وجود شخص قادر على العمل ويبحث عنه لكن ما يقدر يشوف هذا العمل، ما يجده. يعني شو أنت متخرج عندك بكالوريوس في الجغرافيا، تربية بالجغرافيا، تبحث عن العمل ماكو عمل، هاي بطالة إجبارية. تنقسم بطالة إجبارية إلى أقسام. بطالة احتكاكية شنو معناها؟ معناها وجود الفرد في حالة تعطل نتيجة للوقت التي ينقضي عليه بسبب بحثه عن عمل. هو يبحث احتكاك بسوق العمل بس ما موجود عمل، ما موجودة وظيفة شاغرة. بطالة دورية، ترتبط هذه البطالة بتقلبات النشاط الاقتصادي. يعني مثلا إذا اليوم عندنا سعر البرميل، إذا اعتمدنا احنا معتمدين بالعراق على سعر النفط، إذا اليوم سعر البرميل وصل إلى 30 وإحنا ميزانيتنا 50 نعتمدها، إذا بالحالة شنو صار؟ صار عندنا خلل بالميزانية. شلون نقدر إحنا نوظف العالم إذا الميزانية انتهت؟ الباب المعد للميزانية لتوظيف ما موجود. فهذه شو يسمونه؟ يسمونه بطالة دورية. هذه تنعكس آثارها أو تتبع النشاط الاقتصادي. بطالة هيكلية. البطالة الهيكلية ترجع إلى عاملين. الأول يفسر وجود هذا النوع من البطالة في حالة عدم التوافق بين المهارات وبين نوع العمل. يعني أنت مدرس، يحطوك مدرس جغرافيا، يشغلوك مدرس رياضيات مثلا، أو عندنا طبيب يشغلوه مدرس، أو عندنا مهندس يشغلونه في مكتب العمل كاتب يعني إداري، وهكذا. زين، عندنا بطالة موسمية. البطالة الموسمية هو سببها قصور الطلب على العمال في موسم معين. يعني مثلا اكو موسم بعمل، يعني مثلا عندنا فترة المزارعين، هذا يصير عليه طلب لانه يجيبون ناس تشتغل بالزراعة. عندنا مثلا فترة البناء، ناس يصير عليه طلب على الناس اللي تخدم بالبناء، يصير طلب على البناء. فاذا البطالة الموسمية هي تتبع نوع من الموسم، هاي موجودة بالدول العالم الثالث اللي هي ذات كثافة سكانية كبيرة اللي تعتمد على الجانب الزراعي. يعني النوع الثاني من البطالة، احنا قلنا النوع الاول بطالة إجبارية اللي هي تابعة من هاي البطالة السافرة، تنقسم الى البطالة الإجبارية اللي ذكرناها، وتنقسم اثنين البطالة الاختيارية. البطالة الاختيارية تشمل هذه البطالة الأفراد القادرين على العمل إلا أنهم لا يرغبون فيه في ظل الأجور السائدة. يعني عندهم مقدرة على العمل معين بس أجورة قليلة، وهذا أيضا يحقق نوع من البطالة، يعني يحقق نوع من الانتكاسة في الأسواق. هو عنده يقدر يعني يستطيع العمل لكن الجور العمل الموجودة ما تتماشى ويا متطلباته، يعني يمتنع من العمل. ثانيا البطالة المقنعة، تسمى مقنعة ومستترة لأنها غير ملحوظة، تصف العمال الذين يعملون بإنتاجية حدية معدومة. غالبا ما نجد هذا النوع من البطالة في المجال الزراعي التقليدي أو الوظائف الحكومية. بطالة مقنعة يعني قاعد، نسميه تنبل، قاعد في منزله ولا يعمل في أي مجال من مجالاته، طبعا هي بالريف الزراعة. زين، شنو أسباب البطالة بالدول النامية؟ أسباب البطالة النمو السكاني، التبعية الاقتصادية، فشل جهود التنمية، تفاقم أزمة المديونية. شلون؟ نجي احنا الان نشرح هذا الجوانب حتى نعين لكم امتحان ان شاء الله الاسبوع الجاي. زين،
اسباب البطاله في الدول الناميه، اول نمو السكاني، احنا نعرف انه غالبيه الدول الناميه عندها معدلات سكانيه مرتفعه جدا، وبالتالي يؤدي هذا النمو السكاني الى نمو في قوه العمل بمعدلات كبيره. ايش تنعكس عليه؟ ينعكس عليه انه يستلزم خلق فرص عمل متزايده باستمرار. هذا الشيء ما يتحقق في غالبيه البلدان الناميه، لان فرص العمل لن تزيد الا بتنميه النشاط الانتاجي. طبعا اذا الدول الناميه ما عندها امكانيات وموارد لتحقيق مشاريع تنمويه تكسب الايدي العامله، فاذا ترتفع عندها البطاله. نقطه اثنين، التبعيه الاقتصاديه. ينتج هذا او عن هذه التبعيه انه في حاله حدوث اي تقلبات اقتصاديه في الدول المتقدمه تؤثر سلبيا على الدول الناميه. اليوم الدول المتقدمه رفعت اسعار المواد الاستهلاكيه، راح يرتفع السوق وبالتالي يصير ركود اقتصادي، او انه المواد اللي المنتجه داخل الدول الناميه والمعده للتصدير اصابها كساد، راح يصير ركود اقتصادي بالبلدان النامية، وبالتالي ما تقدر تحقق مشاريع، تكثر البطالة. فشل جهود التنمية. نقطة ثالثة، هواي كثير من البلدان النامية حاولت أن تطبق بعض السياسات الاقتصادية بالستينيات والسبعينيات القرن الماضي، يعني بالقرن العشرين. شلون تطبقها؟ عن طريق تنمية الصناعات الكبيرة، تعتمد على التقنية وتعتمد على رأس المال، وهذا الشيء ممكن يحل مشكلة البطالة. لكن بالحقيقة كانت مشكلة البطالة تزداد حدة مع عملية تنمية النشاط الإنتاجي بدلا من انخفاضها. وبهذا الشيء فشلت هذه السياسات وأدت إلى تدهور مؤشرات التشغيل. النقطة الرابعة، تفاقم أزمة المديونية. كثير من الدول العالم الثالث عندها مديونيات، وخصوصا في الثمانينيات من القرن الماضي. ونتيجة للمديونية أصبحت عملية التمويل للمشاريع داخل الدول النامية مستبعدة من قبل الدول المتقدمة أو المؤسسات، مثلا مؤسسة البنك الدولي، لان هذه مديونيه راح يضاعف الدين، وبالتالي راح تاثر المديونيه، راح تاثر على استنزاف العمله الصعبه، ولانه دائما تريد المديونيه تحتاج الى شو اسمه، يعني ارباح، لازم تدفع فوائد. انت شلون احنا هسه بالعراق تقريبا مديونين البنك الدولي 180 مليار، هذه بيها فوائد، تأثر لك على أسعار الصرف، تأثر لك على الجوانب التنموية، وتأثر لك على الجانب الاقتصادي بصورة سلبية. زين، شنو علاج البطالة؟ علاج البطالة، من الممكن خفض معدلات البطالة الاحتكاكية عن طريق خدمات المعلومات التي يمكن أو يكون الهدف منها إعطاء معلومات كافية عن أماكن وشروط الوظائف الخالية. يعني يقول لك أنه الدولة دائما تعلم بالصحف وعلى الأخبار وعلى التواصل بأنه هناك وظائف شاغرة، مثل ما موجود الآن عندنا هنا، يعني شو اسمه، عندي هنا موقع أنا مشترك به بأسات كل أساتذة أجانب، معروف يعني، هو يعني هذا الموقع كثير بأنه يبحثون عن العمل. هذا لينكدين، هذا هو موجود، يعرضون دائما مشاريع او يعرضون عمل. انا يعني كتبت قبل فتره اريد محررين لمجلتنا، يعني يدخلون بهيئه تحرير الاجانب، اجاني فوق المليون واحد، عبالهم بفلوس، قلت لهم لا، هي مو هذا، مجرد تدخل انت كعضو هيئه تحرير مجاني، مو عبالهم بفلوس يعني. زين، النقطه الثانيه، علاج البطاله الهيكليه. شو طلب؟ إعادة تدريب العمال وتأهيلهم حتى تصبح قدراتهم الوظيفية متناسبة بما يحقق سوق العمل.
يعني انه انت احيانا موجوده وظائف شاغره، بس هاي الوظائف تتطلب تقنيه، تتطلب مهاره. زين انت شلون تحقق المهاره؟ لازم تدرب الايدي العامله باستمرار عن طريق برامج وعن طريق ورش وعن طريق ميدان، حتى تستطيع، خصوصا خريجي الجامعات والمعاهد والمدارس العليا، حتى تستطيع ان توظفهم في اي مشروع ممكن ان ياتي يعني يكسبهم كايدي عامله. السياسات الاقتصاديه تلعب دور كبير جدا في خفض البطاله، سياسه الحكومه لها دور كبير، كلما سعت الحكومه على بناء اقتصاد كبير جدا، تنميه الجانب الانتاجي، توسعه المشاريع الصناعيه، المشاريع الزراعيه، هذا العمل ممكن من شانه ان يحقق انجاز كبير في خفض نسبه البطاله، لانه معظم الناس راح يعملون بهذه المشاريع. تصحيح آلية الأجور في سوق العمل، يجب أن تكون الأجور ملائمة للسوق الآن، يعني أنت ما تعطي مثلا عامل تعطيه 5000 والآن هي 5000 أجرة تاكسي. يجب أن يكون العمل بقدر أو تكون الأجور بقدر العمل، حتى لا تكون هناك بطالة. يعني انه انت اذا عامل تجيب الشغله ب 10000 يوميا، يعني 10000 شنو تسوي له يوميا؟ فما يشتغل. فيجب ان تكون الاجور ملائمه لسوق العمل. اعطاء اهميه للقطاع الريفي وللصناعات الحرفيه، يعني يجب ان نشرك القطاع الريفي ونشجع الصناعات الصغيره، وان تعطي الدوله تموين للشباب لكي يقوموا بمشاريع اقتصاديه ممكن من شأنها أن تحد من البطالة وأن تنتشل العاطلين عن العمل وتجعلهم يمارسون أعمالهم من خلال المشاريع اللي عملوها. من عنده سؤال في هذا الموضوع؟ من عنده سؤال؟ واضح دكتور، يعني نستنتج أنه جميع الدراسات اللي جرت مناقشتها بهاي المحاضرة، أضافة إلى الدراسات التي سبق الإشارة عليها بالمحاضرات السابقة التي كانت تضمن العديد من الجوانب، سواء كانت جانب اقتصادي أم اجتماعي أم بيئي دكتور، جميعها تهدف إلى الحد من هجرة الريف نحو المدينة، وخاصة السواعد الناشطة، وذلك من أجل يعني يبحثون عن فرص العمل، ومن أجل أنه نحد هاي الهجرة لابد من توفر عوامل الجذب، ألا وهي مثل خدمات الصحة، خدمات التعليم، وذلك لأن التنمية الريفية المستدامة هي عملية موجهة تهدف إلى ضمان استمرار عملية التنمية وديمومتها في الريف، أي تحقق أهدافها في الحاضر والمستقبل وتحقق مستوى من الرفاهية للمجتمع الريفي. جيد سارة، شكرا جزيلا، يعني بصراحة أنا مرتاح جدا لمشاركتك، شكرا دكتور، الهادفة والفاعلة والنشطة دائما وباستمرار، ويعني أتمنى أن تكوني دائما نشطة يعني بصراحة، ودائما أشوفك متفوقة في هذا الجانب، لأنه تحليلك في هذه الجوانب حتى وإن كنت تقرأين في المحاضرات أمامك فيس تو فيس، وجها لوجه، لكن ترتيبها وإعطائها الصبغة العلمية اللازمة في الموضوع هو بحد ذاته يعتبر إنجاز علمي كبير جدا. دكتور، بعد منو عنده تعقيب او عنده سؤال؟ الان شكرا لكم، طبعا انا انهي هذه المحاضره، وبامكانكم تراسلوا لي على الخاص او على القناه في التليجرام لان نحدد حتى نحدد امتحان. شكرا لكم والى اللقاء.